أخي صلح قلبك جعلك في الجنة قبل ما تصلح المكيف وقبل ما تأتي بمقاضي رمضان. أطهر قلبك، صل رحمك، صل من هجرت. ولا تقول هو المخطي، أنت مخطي، لأنك مهما بلغت جريمة ابن عمك وأخوك وغيره يبقى أنك مخطي. إذا تجاوز 3 أيام ما سلمت عليه لك حق، خذه في المحكمة، لكن يبقى أخوة الإسلام أعظم من حقك الذي بينك وبينه. قال الحبيب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. في 3 أيام بعدها تغلق الأبواب. لا تقول لي أنا طويل مطوع ولا مبكر ولا شايب ولا صغير، هي الأعمال ما ترفع إلا للقلوب الطاهرة المخمومة. المخمومة، قال الحبيب: أفضل الناس مخموم القلب طهور صدوق اللسان. طهور مخموم القلب اللي ما في قلبه أي غل على مؤمن، يقول هو اللي يخطأ، هو اللي فعل. ولو كان، اسمع، عرض محمد بن عبد الله قذف بأبي هو وأمي، ورضي الله عن أمي وأمك عائشة، ومع ذلك قال الله عن قاذفها: وليعفوا وليصفحوا. يا أخي ما في مشكلة أعظم من عرض محمد، وأمر الله بالصلح وأمر بالعفو وقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وش المشكلة اللي عندك اللي أعظم من عرض محمد بن عبد الله؟ ألا حياء من الله؟ أحبابي جعلكم في الجنة، الله يبلغكم الجنة ورياض الجنة وشهر الجنة. يا أخوان، الصيام صيام قلب، ما هو بصيام بطن. القضية عن قلبك، لا يكون في أحد من الناس غل. هي 3 أيام. أنت أخبرني، من متى ما تسلم على ولد عمك؟ من 3 سنين؟ من 3 سنين ما رفع لك صيام رمضان. والله إن بعض المسلمين الآن يدخل في شهر رمضان القادم ورمضان الماضي والله ما بعد رفع إلى الآن. يا أخوان، ارحموا أنفسكم، الغل اللي في القلب هذا طلعه، رح طق الباب عليه وسلم، ولو كل كبير ولو هو الصغير ولو هو المخطي ولو كل مجدي. يبقى قضية أن الله جل وعلا إذا رأى العبد يصفح عن الخلق عفى عنه ومد في أجله وأصلح ذريته ومد